أهلا بكم. سيطرت فرق الإنقاذ في المغرب على حرائق ضخمة أتت على أكثر من 10,000 هكتار من الغابات، ورغم أن الحرائق لم تسفر عن وفيات إلا أنها أسفرت عن أضرار كبيرة بالممتلكات والغابات. لنتابع المزيد. أكثر من 10,000 هكتار من الغابات صارت رمادا. أسبوع كامل من الحرائق استنفر فرق الإنقاذ بأنواعها شتى، وضعت حدا للهيب النيران، لكنها لم تمنع الخسائر في الأملاك والحيوانات. حصيلة ثقيلة دفعت حقوقيين للمطالبة بالتعجيل في جبر الضرر وصرف تعويضات للضحايا. ما يستوجب على السلطات أن تتدخل من أجل جبر ضرر تلك الساكنة وهؤلاء الفلاحين الذين يعني شملت أو أتت تلك الحرائق على مدخراتهم الفلاحية. نحو 30 مليون دولار هو مجموع ما رصدته الحكومة لتجاوز مخلفات الحرائق، توجه لترميم المنازل المتضررة وتشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، مع تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية في المناطق المنكوبة. غادي يكون دعم للساكنة بالنسبة للحريق اللي كان في البنايات ديالها، غادي يكون دعم للغابات، بغينا نعاودوا نحيو هذيك الغابات باش تعاود ترجع كما كانت إن شاء الله. في المغرب أكثر من 9 ملايين هكتار من الغابات تحتضن ثلثي الأصناف النباتية وثلث الأصناف الحيوانية، وتوفر دخلا ماليا سنويا يصل إلى نحو 7 مليارات درهم مغربي بمعدل 1% من الناتج الداخلي الخام، كما تسهم في الحد من البطالة ب50,000 منصب عمل سنوي. بينما كانت تناقش سبل تعويض الخسائر المادية للحرائق، حضرت مسألة تعويض آلاف الهكتارات من الأشجار الغابية، ويرى العلماء أن التعويض ممكن من خلال تجديد الأشجار ذاتها تلقائيا خلال 2 أو 3، لكنهم يخشون من الزحف العمراني على تلك المساحات، وذلك أشد خطرا من لهيب النيران. أنس رضوان العربي، لوحي الدار البيضاء. نرحب معنا من الرباط بالسيد عبد الرزاق بوغنبور، وهو المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك معنا. بداية، ضعنا أكثر في حجم هذه الخسائر، في أي مناطق بالتحديد رصدت ومن هم أكثر المتضررين منها؟ نعم، شكرا لكم سيدتي أولا على الاستضافة. ويبدو من خلال قراءة أولية للكوارث الطبيعية لا سيما المتعلقة بالحرائق أنها مست بشكل كبير شمال المغرب، منطقة تطوان، منطقة العرائش، منطقة شفشاون، منطقة وزان، بالإضافة إلى منطقة أخرى أبعد لا سيما بمنطقة تازة. عندما نقول أن هذه المناطق هي المتضررة بالدرجة الأولى، قد تكون حرائق أخرى في جهات أخرى ولكن لم تكتسي درجة الخطورة التي يمكن الإعلان عنها. عندما نقول هذه المناطق هي التي تضررت بشكل كبير، أولا باعتبار حجم الغابات التي تم حرقها ما يقارب 10,000 هكتار، بل أكثر من ذلك أن الضرر وصل إلى الساكنة باعتبار أن مجموعة من الدواوير اضطرت إلى الهجرة من تلك المناطق، من استطاع أن يحمل معه جزءا من أمتعاته أو من الحيوانات التي يعيش منها، في حين أن المتبقي تعرض للحرق والدمار. من هنا نقول أن الجزء الكبير كان بمنطقة شمال المغرب. نعم سيد عبد الرزاق، الحكومة اليوم رصدت نحو 30 مليون دولار لمواجهة مخلفات هذه الحرائق، هل واضح كيف ستوزع؟ هو التجربة بينت أنه من خلال تقرير المجلس على الحسابات لسنة 2016 أنه في الأغلب، وهذا تقرير رسمي باعتبار أن هذه المؤسسة هي مؤسسة للدولة وتقوم وقامت في أبريل سنة 2016 بدراسة وتقييم للسياسات المتخذة في تدبير الكوارث الطبيعية لا سيما الحرائق، خلصت إلى أن ملف تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب لا زال يراوح
مكانه ولم يتحسن بشكل كبير. الدليل على ذلك أننا في كل مرة نعود إلى خلق تعويضات جزافية لهؤلاء الفلاحين. القرار الآن صدر، وقعت الاتفاقية بين مجموعة من القطاعات الحكومية المعنية بتدبير هذا الملف، واعتمد الأمر على القرار الوزاري 100 والقرار الحكومي 110/14 الذي يحدد مفهوم الكوارث الطبيعية لا سيما المتعلقة بالحرائق. ثم الفصل السادس منه يتحدث عن أن المفهوم مفهوم الكارثة الطبيعية، كيفية تدبيرها، كيفية اعتبار أن فعلا أن ما وقع هو كارثة، وعبر اللجوء إلى تقييم لجنة وزارية متخصصة، ثم بعد ذلك يتم نشره في الجريدة الرسمية، ثم نمر إلى مرحلة تحديد الضحايا. الضحايا مع الأسف القرار يشير إلى معطيات قد تؤخرنا في تطبيق هذا القرار الحكومي، باعتبار أنهم نتحدث عن فئة الفلاحين أو القاطنين بجوار الغابات المؤمنين الذين سيلجأون مباشرة إلى شركات التأمين. نعم. ونحن نعرف أن في معظم هذه المناطق التي تحدثنا عنها لا سيما في شمال المغرب من الصعب أن نقول أن هؤلاء قد يؤمنون أنفسهم ضد الكوارث الطبيعية لا سيما الحرائق، في حين أن المتبقين أي غير المؤمنين هم يلجأون مباشرة إلى السلطات المحلية وإلى هذه اللجان الإقليمية. شكرا. من أجل الاستفادة من التعويض. نؤكد أن هذه التعويضات في الأغلب من خلال الغلاف المحدد، فهو لا يمكن أن تكون تعويضات تحل هذه المشاكل. أشكر جزيل الشكر عبد الرزاق بوغنبور المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان. عودة الآن إلى ريما تتابع معكم باقي ملفات هذه الفترة الإخبارية.